هاد الندوة الصحفية تأتي في سياق التواصل الدائم الذي تقوم به الفيدرالية في شخص رئيسها ومكتبها مع عموم القواعد المهنية. هذا المكتب يعني أشغاله وأعماله يعني تصل الآن إلى خواتمها بنحن نستشري في انتهاء الولاية. كانت هذه السنة فيها الكثير من المحطات الفارقة والمهمة، طرحت مجموعة من القوانين للمناقشة، كان مؤتمر الداخلة، كانت وقفات احتجاجية، كانت أمور التي كانت للفيدرالية يعني رأي فيها احيانا لا يعني تصل المعلومه بشكل يعني الصحيح، او احيانا تكون تواصل يعني مبتور احيانا وقد يعني لا يصل الى عمق القواعد المهنيه. بالتالي الان اختارنا هذا الوسيله اننا نتواصل مع المنابر الاعلاميه مشكوره جاءت لتغطيه هذه الندوه. وكان السيد الرئيس تطرق لمجموعه من المحاور ما يتعلق بقواعد الاجرائيه، قوانين الشكل، قوانين الموضوع، الامتحان الاهليه، معهد المحاماه، إضافة إلى إشارة إلى المؤتمر الذي انعقد مؤخرا بمدينة الدخلة. هذه يعني المحاور الكبرى، وكما قلت يأتي هذا اللقاء في إطار سياق التواصل مع القواعد المهنية وعموم المواطنين، لأن دائما المحامي لا يدافع عن الشأن المهني الصرف، ولكن يكون لنا رأي ما يتعلق بحرية التعبير، بضمانة المحاكمة العادلة، الصحافة يعني في المغرب، الوضع الحقوقي، الوضع المهني، يعني منظومة العدالة والقضاء. هذه الندوة الصحفية تأتي في إطار يعني ما دأبت عليه فيدرالية محامو الشباب المغرب من تنظيم ندوات صحفية يعني تلخص سنوية، تلخص فيها كل ما راكمته من 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 إنجازات إن صح هذا التعبير طيلة هذه السنة. والأكيد أن هذه السنة كانت سنة حقوقية بامتياز، على قسم باعتبار أن ثلثي البلاغ الذي تلي في هذه الندوة الصحفية تناول الجانب أو الشق الحقوقي، وهذا أمر طبيعي جدا باعتبار أن إن لم أقل كل ولكن جل زميلات وزملاء المحامون هم بالضرورة منخرطون في العمل الحقوقي يعني بشكل يومي، ومنهم والكثير من هم منخرطون في من هم أعضاء في مؤسسات دستورية تعنى بحقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن الحديث عن 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 كون أن نطرح تساؤلا كون أن المحامي يعني سيلامس الجانب الحقوقي لأول مرة أو خلاف ذلك، باعتبار أنه العمل الحقوقي هو من صميم مهامه اليومية التي يباشرها، والتي سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي عن طريق الأشكال الاحتجاجية والتي ينتهجها في إطار الدفاع عن قضايا المواطنين، والتي قد لا تهم الشق المهني بدرجة أولى إلا وتجد زميلات وزملاء يعني في طليعة مدافعين عن حقوق المواطنين، وهذا في حد ذاته كذلك عمل حقوقي. نجده كذلك في إطار دفاعهم المجاني، وأقول هنا مجاني عن يعني معتقلي الرأي، ممن يمتهنون يعني العديد من المهن على رأسها الصحافة كذلك، والأمثلة عديدة حول هذه الحالة. إذن الجانب الحقوقي هو جزء لا يتجزأ من عمل المحامي، إن لم نقل بأن المحامي هو إنسان حقوقي بدرجة أولى يعني قبل أن يمارس مهامه كمحامي، فلا يمكن تجزي أو تفريق بين طبيعة العمل المحامي كمحامي مهني وحقوقه، هما جزءان متلاصقان متطابقان لا يمكن أن تفرق أبدا.